عن قصد أو عن غير قصد هاجر الملايين ديارهم إلى ديار الغربة، وقد يكون أبرز الدوافع من وراء ذلك تغيير أوضاعهم المادية أو التعليمية. ومع ذلك يظل الحنين للأهل والأصحاب وأرض الوطن همهم الكبير، إلا أن مشاكل التذاكر هنا والحصول على سعر معقول مع أي خط جوي أو بحري ما تزال هاجسا يؤرق حياة الملايين. مشاكل من بداك الحاجة اللي بزاف كانت لي بي انا جي كاتغوس يرحم بابك، كيفاش نتايا باش تروح انت ام بي ارجيري دانيير فون دير لك تبعتونا دي ميساج زعما كرواحو ندير لكم دي فامي، كيف انا ان غوس دو 2 اون تشارجي تدير له ام بتيت دير له ام بي دو 320 ستيرلينغ. علاش من عم بالكم حنا راح نجيبوا دراهم؟ انا خدامين منين كات غوس باش نهبطوا؟ ولادنا حبوا يهبطوا زين، انتم ما تخليهمش، حنا نحبوا نهبطوا زين ما قدروش. خطره في العام ولا يعني انسان ولا كان عنده سيترو، علاش المراركه توانسه اخواننا هذوك راهم الله يبارك من باب 80 بوندا 80 بوندا يهبط المغرب قدامنا جارنا، علاش حنا علينا؟ علاش ديروا لنا هكذا؟ المملكه المتحده تشكل واحده من بلدان العالم المتقدم التي تحتوي على ثالث أهم جالية جزائرية بعد فرنسا وكندا، وكانت ثاني وجهة للجزائريين بعد فرنسا لأسباب تتعلق بالدراسة والعمل والتجارة. نحن في لندن، طوابير بالمئات أمام مقر الخطوط الجوية الجزائرية مع أي إعلان للعرض عن عروض مغرية لبيع التذاكر سرعان ما تتبخر أو تباع في أول يوم لها رغم رحلات طويلة من كافة جهات المملكة المتحدة. كل عام عندنا مشاكل تعليبية، المسؤولين واحد ما على باله بينا، سورتو الجالية اللي راهي في بريطانيا يتهلاو في الجالية اللي في فرنسا ما على باليش، كاين فرق كبير. حنا هنا جو بداو لي بي ب 250 ومن بعد طلعوهم 300 باوند ميم با خمس دقائق ما على بالناش لي تيكي اخويا. ان شاء الله حنا ولاد المسؤولين يسمعونا يشوفوا الحل الجاري اللي راهي في بريطانيا، ولاشان هذه اللي راهي هنا هاولي قبالك هاولي كيوري فيها السيد لاشان ديرينا لاشان رانا في عهد الحضاره اونلاين نشرو، علاش نجو هنا الغاشي قاعد يضحك علينا لي زونغلي قاعد يضحكوا علينا تاريخ غلقناها اخويا ما تقدرش الناس اللي يحبس يسقسي واش عندكم ولينا نكذبوا عليهم باش نحشموا نقولهم رايح نشرو تيكت للصيف. والله غير عيب يا اخو، والله غير عيب، والله غير وغالي وغالي، كل واحد عنده خمس دراري واحد عنده اربعه، والله العظيم غير بزاف يا اخو. انك تتصل بالخطوط الجويه الجزائريه ما فيهش رد، ما يردوش عليك. انا مقيمه هنا في بريطانيا في برمنغهام، على اساس اذا اريد اشتري تيكت يعني باش نطلع تيكت الخاص مع الخطوط الجويه الجزائريه على اساس ان نشجع المؤسسه الجزائريه، لازمني ناخذ عطله من الشغل باش نروح للخطوط الجويه الجزائريه باش نشتري التيكت. الجاليه يعني في بريطانيا اكثر من 40 الف جزائري مستقر ببريطانيا العظمى، والكل من 70% يحبوا يهبطوا الجزائر يعني في الموسم تاع 10 ايام 15 يوم بعد العطله المدرسيه يعني، وهذا هو المشكل يعني. عوده المهاجرين الجزائريين الى بلدهم صارت منذ زمن حدث وطني، فقلما تخلو عائله جزائريه من احد افرادها الذين يعيشون بالمهجر، سيما وان عددهم صار اليوم يقدر بالملايين في ظل الظروف التي عاشتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي. اليوم باش نشرو تيكيات قالوا لنا كاين اوفر، وما على بالناش الاوفر هذا كيفاش، خاطش العوام اللي فاتوا كان شويه رخيص، كانوا يديروه 250 260. السنه خلعنا بالبرايس ديالو قالوا لنا 300 باوند 300 الف.
سي كيفي الناس لهنا ما راهمش فرحانين وزاد دوكا باع واحد 20 تيكي هكذا قالوا لنا بلي دوكا البري طلع راهو 330 اسمها هذه مام با ساعه البري راهو طلع سي كيفي دوكا هنايا رانا نستناو دوكا من على ساعه واحده اخرى ماشي محال يزيد يطلع على هذه لهنا صراحه الجاليه لهنايا راهم زعفانين كاع راهم مقلقين انا ماذا بينا يخفضونا شويه السعر بس كنشوفوا هنا جيراننا يروحوا 50 باوند 50000 يروحوا لبلادهم ويعاودوا يقولوا هنا هنا اسم هذا ما ولاش اوفر هنا قادرين يسمى قدر نصبروا شويه نشروا من الكاش كومباني واحد اخرى. ارتبط في اذهاننا اسم المهاجرين الجزائريين بموسم الصيف زادتها هذه السنوات الاخيره تزامن هذه المناسبه بشهر رمضان وهي مناسبه سانحه لكي يتعلم ابناء المهاجرين تعاليم وعادات أجدادهم وأبائهم. طلبة الجالية يعني معقولة ومن حقهم يعني يحبوا يجوزوا رمضان والشهر تاع الصيف الاصطياف في الجزائر إلا أن عدد العدد يفوق الطلب العرض في الحقيقة ولهذا احنا يا دينا إجراء على كل حال كتبنا الدائرة المدني البريطاني وقمنا يعني بطلب يعني بلا برمجة رحلات إضافية إن شاء الله بالأربعاء والخميس وإحنا في انتظار الرد إن شاء الله عن أقرب الوقت إن شاء الله من سلطات الطيران المدني البريطاني. العودة لم تعد في الصيف لوحده فقد يأتي فرح فلان وربما قرح فلان وحتى تنزيل فلان في صندوق بعد رحلة علاج طويلة في أحد مستشفيات لندن أو باريس ومع ذلك فالجميع يتكاتف من أجل القيام بالواجب لي موتو لهنا حنبقى حنا نشاركو كوميونيتي الجزائريه باش نحطو الميت الجزائر ماشي مخصوصين دراهم تونس يحطوهم هما باطل باطل المغرب باطل ليبيا باطل بزاف نقصونا البي ان شاء الله واسمو والموتى لينا نورمالمون يديرو لنا البري ما يقدروش وما يخلصون يدونا الفريق شحال نخلصوا المساكن اللي موتوا هادو ثاني ان شاء الله يبعثوهم ولا يعاونوهم الحكومه هما يشوفوا من البيئة الجيري ويحبطوا الناس كاع فرحانين مشاكل الجاليه وخصوصا الجثث لما الناس تموت ويحبوا يخدموا من الجزائر والمشاكل تاع الخطوط الجويه الجزائريه والغلاء اللي خارج عن نطاق تاع باش الناس تروح تزور الجزائر والعائلات. الجاليه الجزائريه بالمهجر عندهم مشاكل كثيره ممكن مشاكل تمثل في التذاكر السفر كاين مشاكل اخرى مثلا في الاموات عندما هنا يتوفى واحد شخص يعني يكون فيها يعني ديفيكولتي باش يبعثوا الجثمان يعني هناك بعض العراقيل ممكن مطروحه يعني في الساحه الجزائريه. الأزمة الاقتصادية التي ضربت القارة العجوز وأمريكا وكندا وغيرهم من الدول والتي وضعت من أجلها سياسات تقشفية صارمة وسرح بسببها ملايين العمال زيادة عن استقدام العمالة من دول أوروبا الشرقية التي دخلت بموجات كبيرة مع فتح أبواب الاتحاد الأوروبي يضاف إليها تعداد العائلة التي زاد مع مرور الزمن من ثقل كاهل رب الأسرة المهاجرة والتي لم تعد تقوى على شراء 4 أو 5 تذاكر. بي 500,000 بزاف أنا عندي 5 دراري وأنا والمرأة يسقمني 3,500,000 تاع دراهم بونتا أنا علاش نروح ندي دراري لوالد ديزني ولا نديهم الكاش بلاد واحدة أخرى نديهم المروك ولا إسبانيا شوف المروك يدير لك البي رخيص علاه باش يجيبك تسبندي دراهم باش الدراهم هذوك اللي نسبانديهم أنايا كيما يقول لك هنايا نسبانديهم في المروك ليكونومي تاع المروك تطلع أنا مادا بيا نروح لبلادي جوج خطرات في العام الدراهم اللي نسبانديهم في كاش مضرب واحد اخر نسبانديهم في الجزائر وكي نسبانديهم في الجزائر ليكونومي تاع الجزائر تطلع نستناو الكيوين فور تيكت التيكت هذه طلعت حتى 400 فور الاجلت
375 pour enfants, ما كاش تيكيت. الناس يتسنى هنايا دوبي 3 اور دو ماتان وما كاش تيكيت. رانا كيويل قال راه كاين الاوفر، كاين الاوفر ما كاش. تروح مع ماروك 30 بوندا، تروح مع اير فرانس 50، تروح اي بلاد. مي تجي هنا لندن ما كاش الاوفر، يبيعوا بيناتهم توجور بتخبيه لاست مينيت، يقولوا لنا هاو تيكيت هاو تيكيت جنجرو ما كاش. اللي عنده 5 دراري واللي عنده 4 دراري سي امبوسيبل تجي تزير فور الهوليداي تاع سامر. ومع ذلك فللمسؤول بالجويه الجزائريه بلندن راي اخر. ويكون في العلم ان العدد الكبير يجيو من الزبائن كان يفوق العرض، ولهذا لم يكن في وسعنا تلبيه رغبات جميع الزبائن، كان اختناق مام اختناق على السيستم يعني. وكل كان يريد الذهاب في نفس الأسبوع يعني بين 25 جوي و 2 أوت، والعودة بين 29 أوت 5 سبتمبر. لهذا الإجراءات حنا واش درناها، الإجراءات تكلفنا بالأوائل، درنا لهم حجوزات، إلا أننا يعني يكون في العلم ما ناش وحدنا في بريطانيا يعني. كل الوكالات يعني يزيد أكثر من مئات الوكالات كانوا في الجزائر ولا بريطانيا ولا في فرنسا يديروا عمليات الحجز في نفس الوقت، ولهذا كان الاختناق شويه. ونطلب حاجه ثانيه يعني ما يتهموناش، هذيك ما يتهموناش باسكو حنايا رانا نخدموا في شفافيه تامه. يعني عندنا 24 ساعه و 48 ساعه بعثنا لهم دي اس ام اس وقلنا لهم يعني بلا الناس تفهم يعني ما كاش كوطه، ما كاش اتجاه معين ولا الفافوريتيزم، ما كاينش هذا الشيء. هذه دعوه اخرى لفتح خطوط جديده للجويه الجزائريه بين المدن البريطانيه لتقليل المسافات التي يقطعها المهاجر الجزائري برا. المشاكل الواحده اللي عندنا هنا تاع الجزائريين الجاليه التيكت تاع البي بزاف غاليين بزاف. تروح منها مثلا تروح من الاسترالي تلقاه رخيص، تروح من الجزائر غالي بزاف. وسيرتو سيرتو واحد فاميليا، واحد الروحة يشري ب 400 ولا 500 عادي، بصح واحد فاميليا عند 4 ولاد 5 بزاف كثير. حنا نتمنى ان شاء الله الجزائر ان شاء الله تحل هذه المشاكل ان شاء الله. على كل حال حنايا تاريك نفهموهم، نديروا طلبات، نديروا طلبات يعني ويتين ليست، نطلبوهم حتى ان شاء الله يعني يتكون كونسليشن بي ان ار يتنحى، هما يطلعوا حنايا نرجعوا لهم بالهاتف ان شاء الله ونقولوا لهم اوكي، ولا مش ممكن نقولوا لهم مش ممكن. تكون شفافيه، انا نعد تكون شفافيه بين الزبون وخطوط الجويه الجزائريه. بين مطرقه مشاكل الغربه المعنويه والماديه وبين سندان صعوبه العوده للاهل متى شاء المهاجر الجزائري، يطمح هذا الاخير الى استراتيجيه من الحكومه وقرار سياسي يسمح لازيد من 5 ملايين جزائري بالتواصل مع ذويهم وبلدهم في أحسن الظروف. فهل تتحقق هذه الأمان مع الوعود الانتخابية؟